尊敬的各位同事、朋友们，大家好。أشكر الجانب السعودي على ما قام به من حفا وضيافة وترتيبات دقيقة، ويسعدني أن أجتمع مع حضرة الزملاء تحت سقف واحد لعقد القمة الصينية العربية الأولى. إن هذه القمة حدث مفصلي في تاريخ العلاقات الصينية العربية، ستقود العلاقات والتعاون بين الصين والدول العربية نحو مستقبل أجمل بكل تأكيد. يدور التواصل الودي بين الصين والدول العربية بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تلاقت وتعرفت بعضها على البعض عبر طريق الحرير القديم، وتقاسمت السراء والضراء في تيار النضال من أجل التحرير الوطني، وحققت التعاون والكسب المشترك في تيار العولمة الاقتصادية، وظلت تتماسك بالحق والعدالة في العالم المتغير والمتقلب، وبلورت من خلالها روح الصداقة الصينية العربية المتماثل في التضامن والتآزر والمساواة والمنفعة المتبادلة والشمول والاستفادة المتبادلة. يعتبر تضامن وتآزر ميزة بارزة للصداقة الصينية العربية. تثق الصين والدول العربية بعضها بالبعض، وتربطهما مشاعر أخوية، حيث نتبادل دعم ثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الحيوية للجانب الآخر، ونتحد ونتقدم معا في قضية تحقيق أحلام نهضة الأمة، ونتضامن بروح الفريق الواحد في المعركة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد. وأصبحت الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على تعاون شامل والتنمية المشتركة للمستقبل الأفضل قوية لا تنقطع. تعتبر المساواة والمنفعة المتبادلة قوة دافعة لا تنضب لصداقة الصينية العربية. يعد التعاون الصيني العربي القائم على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك نموذجا يحتذى به لتعاون الجنوب للجنوب، حيث تم إنشاء 17 آلية تعاون بين الجانبين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي.